انا فرحان بزاف وسعيد اني يعني كنحضر المهرجان الناظور، المهرجان المتوسط بمدينه الناظور المره الثانيه. كنحس براسي وسط عائلتي وسط احبابي، كنشوف النساء اللي في العمر ديال الوالده ديالي وديال خالاتي وديال ديال العائله، كنشوف كذلك الشباب اللي من السن ديالي واللي صغر مني ووليدات صغار. كنت على يقين بانني غنمشي مرتاح، لانه حسيت براسي بانني بارطاجيت هذيك الفرحه وهذيك الطاقه الايجابيه مع الجمهور، وحسيت بهذيك الفيلينغ داز الحمد لله. دائما كنكون فرحان بالتواجد ديالي في مدينه الناظور. الناظور عندي فيها اصدقاء بزاف، وكنعتبرها مدينتي الثانيه، لانه في مدينه الناظور فاش جات هذيك الشراره ديال انني نغني الراي، لانه اصدقائي من مدينه الناظور هما اللي شجعوني على انني نغني الراي. فسعيد بزاف كذلك بالنسبه لي، هذا عيدين يعني نلتقي نتلقى بالجمهور الناظوري، وفي نفس الوقت نشاركوا ونبارطاجيو مع بعضياتنا حفلات عيد العرش المجيد. فعاش المغرب، عاش بلادنا. تحيه كبيره للجمهور الناظوري، تحيه كبيره للناس الناظور. هادشي اللي نقدر نقول لكم. كيف جاك التفاعل ديال الجمهور؟ انا تفاجات بزاف هاد الحفل هذا، تفاجات بزاف. انا كنعرف الناس ديال الناظور الا ما بغاوكش ما يجيوش لي، ما فيهمش قوه الهرج وهذا، ولكن الا ما بغاوكش ما يجيوش لي بالاساس. فاليوم كنشوف بانه كيف حضرتوا وسمعتوا كيغنيو معايا كاع الاغاني، حافظين كل شيء صغار وكبار. اليوم كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لي وفرحوني بزاف. سعيد بخصوص الجديد الفني، واش كاين شي جديد فني كينجو في الطريق؟ الجديد الفني هو اغنيه صدرناها بعنوان زواج الاعدام. هي العنوان شويه قاسي، زواج الاعدام، خاصه مؤخرا كان اثار الجدل كثير الجدل على مساله ديال مدونه اسره وهذا. فاحنا اغنيه وان شاء الله الاغاني اللي جايين نكونوا فيهم النشاط وفيهم غير الطاقه الايجابيه وغير الفرحه، وان شاء الله الله يفرح الجميع. سعيد، اخر سؤال بخصوص انت كنت عندك مجموعه من الاصدقاء من الناظور، كتزور مالي الناظور بزاف ديما، وانت واش فكرت شنو يكون عندك شي ديوب؟ هذا مشروع جاي، هذا مشروع جاي، وانت سبقتيني سبقتيني لهذه المساله هذه. فكاين ان شاء الله انا غادي ما نحرقش الفكره، ما يكونوا على يقين بانه انتم الاولين، وحيت راه اصلا خاصكم انتم الاولين تعرفوا. فمنين غادي يكمل المشروع راه الدعايه غتكون هنا في قلب الناظور. I'm gonna make you mine.